لا تعتقد أن القسوة مع من حولك سوف تصنع لك إنسان القوة، بل إنسانا بلا ثقة أو تماسكا من الداخل. ومهما كان الخارج متماسكا والداخل مبعثرا، كانت أزمة الثقة عنوانا لكل تعثر. الواثقون فقط هم الذين لا يعرفون للهزيمة طعما، لأن الثقة رأس مال عظيم لا يقيم ولا يعوض. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم هي حياتي، والذي يزف إلى أعينكم كل أحد في هذا التوقيت. عنواننا اليوم عن موضوع كلنا بحاجة له، موضوع عظيم مهم جدا، نسمع كثيرا عنه لكن قد لم نقترب منه. ربما أنه كثير من الناس يسمع عن الثقة بالنفس لكن لا يعلم طريقا إلى هذه الثقة بالنفس. اليوم سنتكلم عن الثقة بالنفس، أسرارها وأفكارها، كيف تضيف إلينا، كيف نبني ثقتنا بأنفسنا وما نسميه الارتواء الداخلي. سنتكلم عن أشياء عظيمة. اليوم معنا قصة ملهمة وعظيمة ورائعة، سترون كيف أثر الثقة بالنفس، كيف نقلتها نقلة نوعية. اليوم أيضا برنامجنا حافل بالفقرات، سنكون أيضا مستمرين في مسابقة هي حياتي، نطرح سؤال جميل ورائع في صلب الحلقة وتشاركون على هاشتاغ البرنامج، والجوائز عبارة عن تذاكر سفر مقدمة من وكالة أسفار بجميع فروعها في المملكة، عبارة عن تذاكر سفر ذهاب وعودة، وأيضا كتب مغليكم وأخوكم سلطان العثيم. اليوم لو جاء واحد منكم وقال يا جماعة الخير في سباق، سباق هذا راح يكون بين الرياض وبين مكة، الفائز فيه سيأخذ جائزة كبيرة لكن راح يشارك 1,000,000 شخص، هل ستشاركون أو لا؟ لو جاء شخص آخر وقال يا جماعة الخير الفائز شخص آخر لكن عدد المتسابقين هو 10,000,000 إنسان، وسيفوز واحد وباقي العدد سيموتون، هل تشاركون؟ تصدقون أننا شاركنا في هذا السباق؟ بعضكم يمكن قال مستحيل أشارك، لأننا اليوم نفكر تفكيرا منطقيا، لكننا حقيقة يوما من الأيام شاركنا في هذا السباق. عندما لقحت البويضة كان هناك حيوان منوي واحد فقط، أراد الله سبحانه وتعالى أن يفوز بهذا السباق ويلقح البويضة، وباقي الملايين من هذه الحيوانات المنوية تموت، وتكون أنت وأنت القادم لهذا الحياة بإرادة الله سبحانه وتعالى. هذه العظمة والجمال يجعلنا نستطيع أن نتأمل مفهوم الثقة بالنفس، أن أساسها كما نعرف هي الثقة بالله، لأنه لا يوجد ثقة بالنفس حقيقة دون أساس الثقة بالله سبحانه وتعالى، مصدر العطاء المطلق، مصدر الرزق المطلق، مصدر الخير المطلق، مصدر كل جميل في عالمنا. ولذلك من الأشياء الجميلة التي نريد أن نتحدث فيها في هذا اليوم هي قضية أنه الإنسان بفطرته لديه الكثير من الطاقات، الكثير من الإمكانيات، الكثير من الجمال، لكن أحيانا هو الذي بأفكاره أو بمشاعره هو الذي يحجم عن هذا الخير أو يحجم عن هذه الفرص العظيمة. ولو الإنسان أعاد النظر بهذا السلوك لدخل في مجال آخر وفي فضاء آخر. اليوم لماذا تهتز ثقتنا بأنفسنا؟ لأننا نسلم عقولنا للآخرين، وهذا الذي يجعل الآخرين يخدعوننا بمجموعة من الخدع، يخدعوننا بخدعة خلك واقعي، يخدعوننا بخدعة بدري عليك، يخدعوننا بخدمة أنت تفعل ذلك. فالناس عندما نسلمهم عقولنا نحن سلمناهم الكثير من أرواحنا وأجسادنا، ولذلك ترتبك دائما الثقة بالنفس عندما تكون ترتكز على الخارج. والأصل في الثقة في النفس أنها داخلية وأن إمدادها داخلي، وما نراه في الخارج في قضية الثقة بالنفس هو انعكاس
لهذه الثقة. اليوم سر من أسرار الثقة بالنفس هو جمال الثقة بالله سبحانه وتعالى. هذه الثقة العظيمة كما قلت لكم في قصة عندما شاركنا في سباق في 10 ملايين متسابق. اليوم تخيلوا معي أنكم تشاركون مثلا تمشون من شارع لشارع، الشارع هذا في نهايته في حرمي وقطعين طرق، وبطلب منك أو منك أنكم تقطعون هذا الشارع إلى نهايته. طبيعة الحال الخوف البشري بيقولك لا والله أنا ما دام في نهاية الشارع فيه لصوص وقطاع طرق لن أمضي في هذا الطريق. إذا جيت وقلت لكم طيب أنا الآن سأرسل معك أو معك 4 حراس شخصيين بودي جارد، غالبكم بيقول لا، إذا في والله حراسة شخصية بإذن الله سأمضي إلى نهاية الطريق والحرس الشخصي سوف يحمونني بعد الله سبحانه وتعالى من هذا اللص الذي في نهاية الطريق. تخيلوا معي أن هذه الثقة، ولله طبعا المثل الأعلى، أن هذه الثقة التي أنت وضعتها في حارس شخصي أو في رجل أمن وجعلتك تكمل الطريق بعد أن كنت خائف من اللص الموجود في نهاية الطريق، هي نفس المثال في حياتنا. اليوم عظمة الثقة بالله سبحانه وتعالى هي أساس الثقة بالنفس، ولذلك أنا قد أصدمكم أن أقول لا يوجد ثقة بالنفس من غير الثقة بالله سبحانه وتعالى، لأن الثقة بالله سبحانه وتعالى هي التي تجعلنا أقوياء من الداخل، هي التي تجعلنا عظماء من الداخل، هي التي تجعلنا متماسكين من الداخل، لأن قيمتنا في مقدار قيمة وإيماننا بالله سبحانه وتعالى ومقدار ثقتنا. أنا عند ظني عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. اليوم أغلب الناس يحصل عنده ارتباك أنه يكون صورته عن نفسه بناء على ما يرونه الناس منه، وهذا تركيز على الخارج. أما من يكون صورته بإحسان الظن بالله، ودائما نقول أن الإنسان يركز على فكرة أن يخرج من دائرة السوء في هذا الجانب، والظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. أنا بودي الحقيقة نضرب مثل لكم بسيط جدا علشان نركز كيف نبني ثقتنا. هذه 500 ريال بودي أن مخرجنا الكريم يركز عليها. هذه 500 ريال اليوم لو جاء شخص وضع عليها غبار هل تتغير قيمتها؟ لو جاء شخص وضع عليها تراب أو طين يعني ما صارت نظيفة أو خربش عليها مثلا، هل تقل قيمتها في البنوك في أماكن التسوق؟ لو جاء شخص أنت حامل 500 ريال هذه قال لك يا فلان هذه 5 ريال ما هي 500 ريال، هل تقل قيمتنا؟ أبدا. ليش؟ لأنها مقيمة من مصدر هذه العملة، وهي مثلا البنوك المركزية أو البنوك التي تصدر هذه العملة. وأنت كذلك، أنت لا تكسب قيمتك من الناس ولا تكسب قيمتك وقدرك وأنت كذلك من الناس وما يرونه الناس، إنما تكسبها من مصدر هذا الكون، الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المعطي. ولهذا منسوب الثقة بالنفس عندما نعتمد على الله سبحانه وتعالى سيكون لدينا القوة التي نستمدها من صاحب القوة المطلقة، صاحب الرزق المطلق، صاحب العطاء المطلق، صاحب الجمال المطلق، الله سبحانه وتعالى عز في علاه. الآن سنخرج لسؤال الشارع عن موضوع الثقة بالنفس، وخلونا ناخذ هالجولة هذه حول موضوع الثقة ونشوف الناس كيف ينظرون لهذا الموضوع المحوري والهام، وبعدها راح نطلق مسابقتنا وجوائز البرنامج، فكونوا بالقرب. نص تعليم نص شارع نص الأهل، مو كله على التعليم يعني، وكله على الشارع يبني وثقة بنفس، الأهل يبنون، المدرسة تبني، كله مو محور واحد يبني ثقة بالنفس. فيه ناس بتتبع مثلا العصبية في التربية، عدم التركيز مع الطفل مثلا، بدل ما انت مثلا يعني لو انت مثلا بتبني الثقة بتحفز الطفل بتقول له مثلا حلوة كويس مش عارف ايه، لو هو عمل غلط بتقول له يا حبيبي كده غلط مش عارف ايه. احنا ما عندناش الكلام ده هواتي كمجتمع عامة، الكل بيتعصب على الطفل بتاعه، فلذلك انت بتزرع فيه فقدان الثقة من الصغر. دائما في العزلية بين الطفل وبين الأب، هذا أول حاجة. وثاني حاجة يعني الأجهزة الحديثة بتالي الوقت خلت الأطفال العزليين أكثر من أول يعني. الأيام الطيبين كانوا دائما بعضهم روحات وجيات مع بعض على طول، الوقت الحالي ما فيه اجتماعية مرة.
بالوقت الراهن أولها وأهمها الجوال، الجوال والقنوات التلفزيونية هي السبب الأساسي لضعف الثقة بالنفس. يعني كانت أو يعني في اختلاف طريق كثير عن 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 أول. يعني في بعض الأسر تطلع أجيال منتجة، وفي بعض الأسر تحط شباب عيالها تردد، تشوف شيء حاصل صديق أو زميل أو قريب كذا، فتخاف شوي من الشيء ذا، تخاف تجرب، تخاف تغامر، تخاف، فما يصير عندك ثقة بنفسك شوي، إنك تخاف إذا شفت شيء قدامك تخاف أنت من الشيء ذا. اللي هي العصبية، اللي التجاهل الطفل، يعني أنت بتتجاهل طفلك، دي كلها أسباب بتودي لعدم الثقة في الطفل، يعني بتخلي الطفل إن هو أساساً أوريدي طالع من ما عندوش ثقة في نفسه. عدم الثقة والاجتماع العائلي هو أساس الثقة في النفس. إذا كانت العائلة في اجتماعات وفي تواصل مع بعض، يكون الواحد عنده يعني رغبة في الاجتماع مع الناس الثاني. أما إذا كان منعزل من داخل البيت ومن داخل ما في بالاجتماع العائلة ما في اجتماع، ما يكون في ثقة في النفس. عدم الثقافة عند الأهل، قلة الثقافة عند الأهل، البعد عن رب العالمين أنا بعتبره كمان سبب أساسي. والله أشياء كثيرة، منها من المجتمع، وفيها من تربية، من وراثة، من الأسرة. مرحبا بكم من جديد. استطلعنا آراء الشارع حول موضوع الثقة بالنفس، وكل شخص أعطى زاوية جميلة جدا، لكن لدي تعليق فعلا أنه دائما التجارب تبني الثقة بالنفس. إقحام الإنسان من يومه صغير في مسؤوليات تبني الثقة بالنفس، لكن أيضا الإنسان الذي لا تتوفر لديه عائلة أو مدرسة نموذجية، نحن اليوم نتكلم عن الإنسان ما يسمى الارتواء. الإنسان هو الذي يبني ثقته بنفسه، ليست النهاية أنك والله لم توفق بأسرة واعية أو معلم جيد أو بيئة راعية. اليوم هي القضية قضية ما تبني أنت لنفسك. من أسس اليوم اللي راح نتكلم عنها في قضية الثقة بالنفس قضية الخوف الكبير من الفشل، وهذا أيضا بعبع كبير. اليوم كثير من الناس ما يحب يعمل ولا يحب ينطلق لأنه يخاف من الفشل، وعندما تخاف من الفشل فلن تعمل ولن تكتسب الثقة بالنفس، لأنه جزء من الارتواء الداخلي لك ولك أنت أنه ثقتك بنفسك تزيد مع النجاحات حتى لو كانت صغيرة. نحن ديننا العظيم يعني يحفزنا حتى على الأشياء البسيطة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. الله سبحانه وتعالى غفر للزاني للبغي بالماء أسقته الكلب بخفها. فاليوم الإنسان مع النجاحات ترتفع عنده منسوب الثقة بالنفس. اليوم قانون الفشل هو قانون كوني، لا يمكن أن نقبل على شيء في بدايته إلا ونفشل. فشلنا في بدايات مساعينا للمشي ونحن صغار، فشلنا ونحن في بدايات مساعينا للكتابة، فشلنا في بدايات مساعينا نحو الحديث، تلعثمنا، أخطأنا، لكن في النهاية مشينا وكتبنا. وعلماء النفس يقولون أن أصعب ما يتعلمه الإنسان هو الكلام. فاليوم عندما كنا أطفال أكثر جرأة على التجربة وعلى الإقبال وعلى العمل أكبر ما كنا عليه. اليوم أنه كثير من الناس يسيطر عليه الخوف من الفشل فيمنعه من التجربة. سؤال الحلقة ومسابقتنا التي أتمنى لكم فيها التوفيق، وستكون حول هل نستطيع أن نبني ثقتنا بأنفسنا بجهودنا الذاتية؟ هل نستطيع نحن أن نبني ثقتنا بأنفسنا؟ السؤال الآن على الشاشة، هل نستطيع أن نبني ثقتنا بأنفسنا بجهودنا الذاتية؟ إجاباتكم نعم أو لا عبر هاشتاق البرنامج الذي حظي الحقيقة في الحلقات الماضية بمشاركات استثنائية ونسعد بكم فيه. نعيد السؤال مرة أخرى، هل نستطيع أن نبني ثقتنا بأنفسنا بجهودنا الذاتية؟ الجوائز عبارة عن تذاكر سفر مقدمة من وكالة أسفار، ستكون إن شاء الله من نصيب الأشخاص الذين سيقع عليهم السحب، أيضا كتبي التي ستكون إن شاء الله تعالى مقدمة للفائزين في هذا السياق. قضية تحويل الأفكار السلبية إلى فكرة إيجابية. اليوم أنت ممكن وأنت تقعون في فخ أنه شخص يعبر لكم عن تعبير معين أو فكرة معينة. اليوم بعض الناس يقول أنت ما تفهم
عندما بعض الناس اليوم عنده حساسية من هذه الكلمة ويصدق الآخرين، مثل ما قلت لكم في مثال 500 ريال، اليوم أنت قيمتك ما تجده في نفسك وليس في ما يجده الآخرين فيك، فعندما تقول لك الكلمة السلبية ممكن أن تفهمها فهم إيجابي، والله أنا ممكن أني بدل ما أحد يقول لي أنه هذا الأمر بالنسبة لي صعب وأنا ما أفهم فيه أروح أتعلم فأكتسب فيه خبرة، عكس بعض الناس عندما يسمع هذه الكلمة السلبية ينزوي وينطوي، وهذا ما لا نريد. اليوم نريد قضية الثقة بالنفس تكون مرتكز لانطلاقاتكم في الكثير من الأعمال والكثير من النجاحات، وهي قوة عظيمة لعبوركم إلى منطقة أحلامكم ومنطقة تحقيق ما تريدون. قضية اصنع أمامك مثل أعلى في أي مجال تريدون أن تصلوا إليه، مهم جدا أن يكون عندكم مثل أعلى، ما يسمونه بالنمذجة. والله أنت معجب في شخص في الإلقاء وتابع هذا الشخص، معجب بشخص في الإدارة في القيادة في التجارة في العمل الخيري في العمل الدعوي في العمل الإداري، معجب بشخص مبدع، ضع هذا الشخص وضع كل شخص وضعي أشخاص معينين ملهمين لكم ومعلمين لكم، هنا ترتفع منسوب الثقة بالنفس، ونتعلم من هؤلاء الذين سبقونا جمال التجربة وروعة الإتقان، وفي كل مجال يكون لنا فيه ثقة بشخص ملهم يرفع من قيمة ثقتنا بأنفسنا، ونتخاطر نحن وإياه في قضية التجارب ونكتسب الكثير من المنطلقات. قضية التعامل الذكي مع التحطيم، اليوم جميل جدا أنه مع أي إنسان يحطمكم ممكن تكون في بيئة قاسية أنك تتعامل بابتسامة، أنا لست كذا، أنا لست كذا، أنا لا أستمد قيمتي من الآخرين، أنا لا أستمد قيمتي من الناس، أنا أستمد قيمتي من الله خالقي، والله قال ولقد كرمنا بني آدم، فأنا لست غبي حتى لو قالوا لي أنك غبي، وأنا لست أحمق حتى لو وصفوني بالحمق، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، أنا أعظم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، نفخ الله في الإنسان من روحه، هذه كرامة عظيمة، جعل الله سبحانه وتعالى الملائكة تسجد لأبي آدم، هذه كرامة عظيمة، فهل أنا أعرف قدري، أعرف قيمتي، أعرف منزلتي من أجل أن يأتي إنسان بكلمة أو بتصرف فيحطمني فيه فأنا أستجيب لهذا التحطيم؟ جانب أنا أستطيع، هذا من أعظم الأشياء المهمة التي تشجع الإنسان على التجربة، فعلا أنت تستطيع وأنت تستطيعين كذلك، لأنه الإنسان اللي عندما يقول أنا لا أستطيع فهو يخاطب نفسه بالهزيمة قبل الفوز، وما أكثر الناس الذين حرموا نفسهم من أحلامهم ومن طموحاتهم ومن مناطقهم، هم يستحقون بسبب أن خطابهم الداخلي خطاب تحطيم، أنا لا أستطيع. يوم من الأيام كان العلماء والأطباء يقولون أن الإنسان البشري لا يمكن أن يجري ميل في أقل من 4 دقائق، هذا كان مجمع عليه عند الرياضيين وعند الأطباء، وعند جاء أحد العدائين وكان اسمه روجر واسمه بريطاني وكان بريطاني، فقال بجرب، قالوا له ما تستطيع، ما في أحد قبلك، ما في أحد قبلك استطاع أن يجري ميل حوالي 1.6 كيلو في أقل من 4 دقائق، فعمل وتدرب واشتغل على نفسه وفعلا استطاع أن يكسر حاجز 4 دقائق وعداها في 3 دقائق و58 ثانية. عندما كسر روجرز هذا الحاجز النفسي، تخيلوا في 3 سنوات استطاع 17 عداء أن يقوم في ذلك حول العالم. كثير من الأشياء حولنا في قضية لا أستطيع، صعب، مستحيل، هي حواجز نفسية حقيقة أيها الأحبة. ولذلك اليوم كثير من الإنسان من الناس هو الذي يهزم نفسه بنفسه، إما بمعتقدات أو بأفكار أو برؤاه عن نفسه. جانب التجربة مهم لأنه يعطينا قوة، عندما الإنسان يستطيع أن يجرفه ويكتسب خبرة تجربة، وكما أقول الإنسان عندما يقلل من الحديث ويكثر من العمل هو يزيد من حصيلة تجاربه، ونستفيد أنه أي تجربة تقدم عليه في البداية ستفشل ثم سوف تنمو، لأننا محكومين بقانون التدرج، الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ليعلمنا قيمة وعظمة وروعة التدرج. أي شيء في الحياة لا يمكن أن نأخذه بمنطق سريع، الحياة فيها مراحل، ولذلك الذي يحرق المراحل سوف يحترق هو، والذي أيضا يخاف من التجربة لن يحول الكثير من أماله أو طموحاته أو رغباته إلى منطقة
تحقيق الرغبات اللي تحتاج إنسان عنده تقبل للفشل، عنده رغبة في أن يجرب، عنده رغبة في أن ينطلق إلى مناطق جديدة، مناطق العمل، مناطق غير معتاد عليها، يخرج من دائرة الراحة، علاقات معتاد عليها من زمن، أعمال معتاد عليها من زمن، يستطيع الإنسان أن يجرب. هنا منسوب الثقة، الثقة بالنفس يزيد. سنعيد عليكم سؤال الحلقة للمشاركة في مسابقة البرنامج وهو الآن على الشاشة. هل نستطيع أن نبني ثقتنا بأنفسنا بجهودنا الذاتية؟ هل نستطيع أن نبني ثقتنا بأنفسنا بجهودنا الذاتية؟ الجوائز نعم، الإجابة بنعم أو لا عبر الهاشتاج. وشروط المسابقة بسيطة ويسيرة وهي أمامكم الآن. مقدم الجوائز هم الأحبة في وكالة أسفار للسفر والسياحة بجميع فروعها في المملكة، وعبارة عن تذاكر سفر مقدمة من هذه الشركة وهذه الوكالة، وكالة السفر والسياحة. عندنا موضوع مهم جدا في قضية التجربة نستكمله، وهو عندما الإنسان يجرب، الإنسان محكوم بمنطقة الألم ومنطقة المتعة. بعض الناس عندما يجرب ويتعثر يبدأ في ممارسة جلد الذات، وهذا أتمنى منكم أن تعيدون النظر فيه. اليوم كثير من الناس عنده الجلد الذات مقدم على توكيد الذات، جلد الذات مقدم على الثقة بالنفس، هو الذي يحتقر نفسه، هو الذي يزدري نفسه، هو الذي يقلل من شأن نفسه، ولذلك تكون منطقة التجارب عنده محدودة، وأيضا منطقة الخبرات محدودة، فلذلك تكون إنجازاته قلة. ينظر إلى الناجحين، ينظر على المبدعين، وينظر إلى العظماء وكأنهم جاءوا من كوكب آخر، وهذا الكلام لا يصح. هم كانوا عندهم جرأة على التجربة، هم كانوا عندهم جرأة على ما يسمى بخطوات الطفل. ما هي خطوات الطفل؟ سووا دراسة على 100 رجل أعمال و100 ثري في العالم، وجدوا عندهم عدة قواسم مشتركة، لكن وجدوا عندهم قضية خطوات الطفل. الطفل عندما يبدأ بالمشي يبدأ يمشي بعدين يسقط، يمشي بعدين يسقط، إلى أن يتمكن من المشي. ولذلك هؤلاء الأثرياء والناجحين عندما يخرجهم السوق بخسارة أو فشل يعودون مرة أخرى إلى السوق من جديد ويجربوا، ولا يجلدوا ذاتهم لكن يبدأوا في التجربة من جديد. معنا الأخ العزيز سعيد من السعودية. أهلا وسهلا سعيد. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، يا مرحبا. حياكم الله أستاذ سلطان. الله يحفظك. خيرا، بارك الله فيك على هذا البرنامج المبارك. جزاك الله خير. وأحييك على موضوع الليلة وهو الثقة بالنفس. طال عمرك، الله يخليك. الله يبارك فيك. تسمح لي بمشاركة؟ تفضل بكل سرور. الله يبارك فيكم. الثقة بالنفس أساسها في الأول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنح العبد ثقته بنفسه. الله. فهي إحساس الشخص بقيمة نفسه بين من حوله. نعم. وبالتالي إذا أعطى الله عز وجل الشخص بداية وفقه أن يثق بنفسه. نعم. فكل حركاته وكل سكناته وكل تصرفه سيكون طبيعيا وسيؤدي ما عليه. نعم. بدون خوف، لأنه عبد القوي. ها؟ أي لأنه هو كما نقول في كلامنا لا حول ولا قوة إلا بالله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي القوة. نعم. هذه القوة التي نترجمها نحن في كلامنا بأنها الثقة بالنفس. نعم صحيح. ولذلك لمن يشعر بأنه غير واثق بنفسه قد يكون هناك أسباب لأن يكون قويا. أول شيء أنه لا يهول الأمور والمواقف. صحيح. بل بالعكس يشعر أن الأمور أنه إذا استعان بربه سبحانه وتعالى ستكون بإذن الله سهلة وميسورة. صدقت. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا. أيضا من الأشياء التي ممكن أن تسبب يعني عدم الثقة بالنفس أن الإنسان يكون خائفا وقلقا من أنه يصدر منه تصرف مخالف لعادة الناس. هذا الخوف وهذا القلق يمحوه تماما أن يتأكد أنه إذا مشى في المسار الصحيح بأن يكون على طاعة الله عز وجل أنه مهما فعل فإن الله سبحانه وتعالى
سيكون معه في كل شيء. الله أكبر. يبقى إذا الثقة بالنفس لو أتاها الله عبدا فبإذن الله عز وجل سيكون ناجحا في حياتي. صدقت. ولا أريد أن أطيل عليكم. بارك الله فيك. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق. جزاك الله خير، وفقك الجليل لكل جميل. جزاك الله خير أخي الحبيب سعيد، وكلامك جميل جدا، لأن الله سبحانه وتعالى هو القوي ونحن عباد القوي، وأي اضطراب في هذه العلاقة لابد أن تنعكس على اضطراب منسوب الثقة بالنفس، والثقة بالنفس قوة داخلية، من يمنح إياها سيتجاوز الأشياء الكثيرة وسيكون أكثر إقبالا وأكثر تناغما مع حياته، وأكثر إقبالا على النجاحات والتفوق والروعة التي يستحقها. قضية الآن، الموضوع الفيديو الحلقة هو الذي سنطرحه عليكم الآن، وفيديو الحلقة في قصة ملهمة عظيمة لشخص استطاع مع توفيق الله سبحانه وتعالى بهذه الثقة بالنفس أن تنقله نقلة نوعية. أنا لا أريد أن أحرق عليكم القصة، لكن نشوف الفيديو وبعدين نرجع ونعلق على هذه القصة الملهمة التي ستغير فيكم الشيء الكثير والكثير والكثير. اسمي نايف، وكنت في يوم من الأيام بكامل صحتي، ولكن أصبت بحادث قبل أكثر من 20 عاما، ففقدت القدرة على الكلام والحركة إلا يدي. كل من يراني يعتقد بعجزي وأنا عكس ما يعتقدون، فالحمد لله لا أجد أي صعوبة في التواصل مع من حولي. لن أحكي لكم عن إعاقتي بل عن مجازاتي. ألفت 5 كتب ولله الحمد، كتابين عن المسابقات، وكتاب من الأعماق للآفاق، وكتاب بر ووفاء رثاء لوالدي، وكتاب العيناء المرضية لزوجتي رحمهم الله جميعا، وما زلت أطمح للمزيد، فلن تقف الإعاقة عقبة في طريقي. شفت قصة نايف، شاب معاق يألف 5 كتب. نايف أيضا ما شاء الله عليه عنده أعمال تجارية. نايف من الشباب المبدعين والرائعين والفاعلين في منطقته. انظر قضية الثقة بالله ثم الثقة بالنفس كيف تقلب الإنسان إلى سيل من الإنتاج، من العظمة، من الروعة، من الجمال، من الإبداع. قصة نايف أنا شخصيا ألهمتني الحقيقة. قصة نايف يعني قبلتي على رأسك يا نايف، والله قبلتي على رأسك. والشكر والتقدير للأحبة في جمعية ذوي الإعاقة في الرس اللي يرعون المبدعين هذولا ويخرجون لنا ولوطننا ولأمة الإسلام والمسلمين هذا المخرج الرائع والجميل بهذا الإبداع. شكرا لهم الحقيقة، لأنهم هم الذين أنتجوا هذا العمل، وأيضا لديهم كوكبة يعني احترنا من نأخذ. لكن قصة نايف كانت الحقيقة ملهمة وعظيمة، وفيها مستوى الحقيقة من الثقة بالنفس التي جعل نايف إنسان مبدع وإنسان رائع، إنسان فاعل، إنسان منتج. لم يكن الإعاقة بالنسبة له أي عاقة. الإعاقة الحقيقية إعاقة نفسية، ليست إعاقة الحركة. وهذا اللي دائما نقول، أن الإعاقة إعاقة النفس، إعاقة العقل، ليست إعاقة الجسد. والإنسان عندما يكون منطلقا في هذا الجانب يوفق للكثير من الإبداع. أيضا نايف في يوم من الأيام حتى بعد إعاقته توفيت زوجته، ومر عليه أزمات كثيرة، لكن أبارك له، زواجه كان الأسبوع الماضي. رجل عنده حالة من التصالح مع الذات، عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى، قادر على أن يتعايش مع الكثير من التحديات بالكثير من الإيمان والكثير والكثير من الإقبال على الحياة والجمال الروحي الذي يتمتع به نايف. فهذه قصتنا اليوم. أنا بقرأ عليكم بعض المشاركات اللي ربما جاءتنا في هاشتاج البرنامج. الأستاذ سالم القليش يقول الثقة بالنفس هي العمود الفقري
لشخصية الإنسان، إذا بدونها يفقد الإنسان احترامه لذاته ويصبح عرضة للانتقاد واستغلال من حوله. فعلا وافق أستاذ سالم. الأخت الماسة الزرقاء: ثقة بالنفس طابع إيجابي يتصف به الإنسان لارتباطه بالثقة بالله والاستعانة به، فعلا صدقتي. الأخت حور تقول: عظمة الثقة بالله هي أساس الثقة بالنفس. فعلا هي المصدر الرئيسي للثقة بالنفس، فمن كان الله معه من عليه. فيحاء الإسلامي: لتقوية الثقة بالنفس عليك أن تتذكر جميع حسناتك وترمي مساوئك، تتذكر نجاحاتك وإبداعك وتتجنب تذكر شيء يحطمك. هذا جانب سأعلق عليه بعد قليل. أيضا في مشاركة ثانية من وهاء الوليد: الثقة بالله تعالى هي التي تجعلنا أقوياء من الداخل. القضية مشاركة الفيحاء الأخت فيحاء مهمة. أغلب الناس اليوم منسوب الثقة بالنفس ينزل عندهم من أجل إشكالية كبيرة، هي قضية أنه يركزون على سلبياتهم، يركزون على أخطائهم، يركزون على فشلهم، يركزون على عثراتهم، وعندهم كنز كبير من الإنجازات أو من الروعة أو من الأعمال حتى لو كانت صغيرة، لكن تراكم النقاط أو القطرات يحولها إلى نهر رقراق. فهذا يجعل منسوب الثقة بالنفس يقل، والناس اللي يركزون على الإيجابيات، على الأشياء الجميلة، على الأشياء الراقية في حياتهم، في مسيرة حياتهم، منسوب الثقة بالنفس يزيد. معنا الصديق أحمد، أهلا وسهلا يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله. حياكم الله أستاذ الفات. الله يحييك يا مرحبا، أهلا وسهلا. حفظكم الله وبارك فيكم ووفقكم على هذا البرنامج الرائع. الله يبارك فيك. أحب أن أسأل أخي الكريم يعني وليتك تفيدني، كيف يمكن أن ننمي بخطوات عملية ثقة أطفالنا بأنفسهم؟ جميل جميل، هذا رائع جميل. هلا سنتكلم بإذن الله تعالى حول هذا السؤال، وأشكرك أستاذ أحمد حول أنك طرحت هذا الموضوع، وهذا المحور هو الذي سننتقل له الآن، قضية كيف أنمي الثقة بالنفس عند من أحب، أطفالي، أولادي، طلابي، أبناء يعني تحت ولايتي مثلا، أبناء أخواني، أبناء أخواتي. في عدة استراتيجيات ننمي من خلالها ثقتهم بأنفسهم، وهي ومن أبرزها إزالة الخوف. الإنسان اللي يعيش في بيئة خوف، في بيئة رعب، في بيئة تحطيم، لن يصل إلى مستوى الثقة بالنفس التي نريد. وأقول لكم إياها من الآن، سيكبر جسدا لكن عقلا وروحا لن يكبر. وسيأتي يوم من الأيام نحن نريد أن يتخذ قرار ولن يتخذ القرار، وسنريد يوم من الأيام أنه يحسم الأمر لن يحسم الأمر، لأنه من عاش في بيئة خوف، في بيئة رعب، في بيئة عفوا قمع، أو في بيئة استبداد. عزلناه عن أشياء كثيرة في نفسه، ونتعامل معه في الخوف، نتعامل معه بالتهديد، نتعامل معه بالحصار، نتعامل معه دائما بالعصا، حتى الجانب المعنوي على فكرة. اليوم لا نعتقد أن الضرب والتعنيف هو جانب جسدي، لا أبدا. اليوم الثقة بالنفس كتلة من الداخل تتحطم على الكثير من جداريات ربما سوء التربية. من الأسرار، نعم، الجانب مشاركات الجمهور أيضا تحدثنا بها الآن، وأعتقد أنه سنتكلم عنها أيضا في قضية المشاركات. الجمهور الكريم اليوم شارك معنا الأخ سالم القليش والأخت حور. الأخ سالم أيضا طرحنا مشاركاته، والأخت حور والأخت فيحاء إسلامي وأيضا الماسة الزرقاء، وأيضا كلهم طرحنا. أهلا وسهلا أخ سالم، يا مرحبا. نعم الآن ستكون معنا مشاركة الأخ سالم على الشاشة لنبين مشاركة بعض الأخوان عندهم والأخوات عندهم بعض الآراء حول موضوع الحلقة. مشاركة الأخ سالم القليش: الثقة بالنفس هي العمود الفقري لشخصية الإنسان، وإذا بدونها يفقد الإنسان احترامه لذاته ويصبح عرضة للانتقاد واستغلال من حوله. صدقت. ستكون معنا أيضا مشاركة الماسة الزرقاء أيضا: الثقة بالنفس طابع إيجابي يتصف به الإنسان لارتباطه بالثقة بالله والاستعانة به، أيضا صدقتي. الأخت حور: عظمة الثقة بالله هي أساس الثقة بالنفس. فعلا أختي حور.
الأخ أو الأخت فيحاء إسلامي: لتقوي ثقتك بنفسك عليك أن تتذكر جميع حسناتك، وهذه أيضا علقنا عليها قبل قليل وهي زاوية مهمة. اليوم بعض الناس يكون يفتقد لواحد ولديه تسعة، يركز على المفقود وينسى الموجود، فلذلك ثقته بنفسه منسوبها يقل هذا المنسوب وتضطرب العلاقة في هذا السياق. جانب الثقة بالنفس كيف أبنيها في من أحب، أبناء أحبه، طلابي، قضية الكف عن محاولة التحكم والوصاية. بعض الناس نمطه في التربية قضية التحكم والوصاية. الطفل أيضا يريد استقلالية، يريد أن يتنفس حرية معينة، يريد أن يراعي أو يختار أشياء فيها ذوقيات. بعض الناس حتى التخصص الجامعي يختاره لأبنائه، حتى الزواج يكون له اليد العليا فيه. طيب ماذا أبقيت له؟ وعندما يكبر ويكون بلا ثقة بالنفس يتعجب بعض الآباء: أنت الذي بوصايتك، أنت الذي همشت ابنك وهو صغير وألغيته تماما، ألغيت استقلاليته وكينونته، اليوم أن تجني أنه يكبر وقرارات مصيرية في حياته لا يستطيع أن يحسمها. من أعظم الوسائل لتنمية الثقة في النفس في أبنائنا، في أحبابنا، في طلابنا، اللعب والمرح. وهذا القصة الجميلة لسيدي عليه الصلاة والسلام حينما دخل عليه الحسن والحسين وهو يصلي ساجدا ويعتليان ظهره الشريف ويلعبان وهو لا يقوم من سجوده، حتى أن بعض الصحابة خشيوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبض مات، ثم عندما انتهت الصلاة قال: ارتحلني ولداي. ما أعظم الثقة في النفس التي زرعها سيدي عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين، الذي أصبح كل واحد منهم فيما بعد قائدا عظيما ورائعا ومبدعا في مجاله. ولهذا قضية أنه أجواء البيت ما تكون أجواء تسلطية، أو حتى التعليم بالترفيه أو التدريب بالترفيه أو الحوار بالترفيه أو جو المسابقات، جو المرح، هذا يبني ثقة بالنفس غير طبيعية. اليوم أغلب الناس عندهم كمربين حساسية من الخطأ. تأكد أنك يوم من الأيام أنت كنت تخطئ، فلماذا لا تغفر لطفلك، لصغيرك، لابنك، لزوجك، لزوجتك؟ قضية الخطأ كما قلنا دائما وأبدا هو جزء من كينونة الإنسان، جزء من كينونة الإنسان، فلا نتحسس من الخطأ. بعض الناس عندما يخطئ الإنسان يكون قاسيا في التوجيه أو يوبخ أو يعاقب، وكأنه يوم من الأيام هو بدون خطأ. وهذا الشيء الحقيقة للأمانة يهدم الثقة بالنفس. عندما يسود جو من التسامح في علاقاتنا مع الأبناء، مع الأحبة، مع الطلاب، يزيد من منسوب الثقة بالنفس. خلوا يخطئ، وعندما يخطئ أنا يتم أوجهه بكل حب واحترام وتقدير، وهذا شيء جميل الحقيقة، يبني في أطفالنا، في أحبابنا، في من حولنا منسوب الثقة بالنفس. اليوم نريد منهم أن يكونون قادة، نريد منهم أن يكونون عظماء، نريد منهم أن يكون ناجحين، لكن القوة الداخلية أحيانا تكون محطمة. الجانب المهم قضية الحب بلا شروط. بعض الناس يقول: سو كذا وأنا أحبك. طيب ما سويت كذا، طيب أنا ما أحبك، أخطيت أنا ما أحبك. هذا الأمر يخلق حالة من غياب الأمان ومن التزعزع في شخصية الابن أو البنت. أنا أحبك حتى لما تخطي، أنا أحبك يا فلانة حتى لما تقصرين، أنا أحبك حتى لما تزل بك القدم. هنا يكون هناك بناء عظيم جدا لجدار الثقة بالنفس داخليا، لأنه بعض الناس اليوم يعتقد أنه يصوب الأخطاء، يعدل الأخطاء من خلال التوبيخ أو العقاب أو الحب المشروط. إذا فعلت كذا سأفعل كذا، إذا أعطيت كذا سوف أعطي كذا، وهذا الأمر يجعل منسوب الثقة بالنفس يزول وينزل. على فكرة حسب الدراسات هناك حوالي 60% من الشباب يعانون من ضعف الثقة بالنفس. هذا محصول كبير. اليوم هؤلاء شبابنا هم الذين نراهن عليهم في مستقبلنا، في مجتمعنا، في وطننا، في أمتنا، فتخيل لديهم هذه القوة، قوة الثقة بالنفس وعظمة البناء الداخلي. وهذا الحقيقة ما نريد أن نجتمع عليه نحن كمربين، كمؤثرين، كمسؤولين. الجميع يعمل على بناء هذه المنظومة الداخلية، يكون الإنسان لديه إقبال ويكون الإنسان لديه ثقة عليا. معنا الأخ محمد من السعودية. أهلا وسهلا أخوي محمد. هلا بيك أستاذ سلطان. يا أهلا حبيبي، يا مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
كنا عايزين نصايح من حضرتك يا ريت في موضوع زيادة الثقة بالنفس للشباب وللطلبة، خصوصا أيام الامتحانات، الطلاب قبل الامتحانات وفي الفترات اللي بتبقى قبل الامتحان يعني بيبقى الشخص عاجز عن إنه يخلص المناهج. يعني عنده مشكلة في قضية الثقة بالنفس في مرحلة الاختبارات فقط. أي حتى لو مستعد والواحد دارس كويس بيبقى متردد، خايف الامتحان يجي صعب، خايف من تكرار الأسئلة بتاعت السنوات الماضية أو جميل. أسئلة جديدة. فأنت تعتقد أنه منسوب الثقة في النفس يقل في مرحلة الاختبارات، وحابب أنك تعطي بعض الأفكار في قضية كيف أرفع من الثقة في النفس في مرحلة الاختبارات أو حتى في قضية طلب العلم ولا لا؟ يا ريت حضرتك تفيدنا في أبشر أبشر, أبشر, أبشر أبشر حبيبي، أهلا وسهلا. نعيد سؤال الحلقة والإجابة على هاشتاج هي حياتي الزاخر بإجاباتكم ومشاركاتكم وروعتكم. هل نستطيع أن نبني ثقتنا بأنفسنا بجهودنا الذاتية؟ هل نستطيع أن نبني ثقتنا بأنفسنا بجهودنا الذاتية؟ هذا هو سؤال الحلقة اللي هو الآن على الشاشة يتجلى لكم، ومشاركاتكم العظيمة والكريمة ستكون على هاشتاج برنامج هي حياتي. أهلا وسهلا معنا الأخ الحبيب أحمد من جمهورية مصر. أهلا وسهلا أخوي أحمد. السلام عليكم شكرا العزيز. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا حبيبي. والله موضوع حضرتك موضوع طيب حبيبي جميل، ربنا الله يخليك. تحياتي للجميع الأحبة في مصر. ربنا يبارك لك رب. هو والله أفضل حاجة بالنسبة للثقة بالنفس هو ما قال ابن القيم، النفس هي الثقة واليقين في الله، اللي هو حديث أنا عند ظن عبد. الله أكبر. الله فإحنا بنمتد الثقة بالله عز وجل، باليقين الكامل في الله عز وجل. هذا مصداق الحديث القدسي أنا عند ظن عبد. الله أكبر. جزاكم الله كل خير. بارك الله فيك. طيب بالنسبة لهذا هذا الرأي الذي أنت تتبناه بهذه القضية، هل أنت تعيش هذه المرحلة من اليقين؟ عندما تقبل على شيء هل تعتقد فعلا، هل تعيش مرحلة هذا اليقين اللي هو أعمق الإيمان؟ أخي العزيز، من صدق رجاءه في الله كان الله عنده رجاءه. الله ده يقينا. الله أكبر. ده يقينا، بس لازم نعيش باليقين فعلا، الأمر يكون في يقين في الله. لماذا تعتقد أن الناس يعيشون في منطقة الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء؟ هذه المنطقة اللي كثير من الناس يعيش فيها رعب وقلة ثقة. والله يا أخي الفضل، الشيطان أضعف مما يقول، إحنا اللي بنقوي الشيطان أضعف مما يقول، اللي بعدنا عن ربنا عز وجل وعدم الثقة في الله إحنا اللي بنقوي الشيطان. ولكن الله عند حسن ظن عبده دايما في كل أمر مهما كان. جميل، وشكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا شكرا لمشاركتك الكريمة، وفعلا هذا الكلام جميل جدا. نستكمل قضية كيف أبني ثقتي بنفسي، ثقة بالنفس بمن حولي، قضية التكريم والاحترام. بعض الناس اليوم يقول هذا طفل أو هذا بزر أو أيا تكن هذه الكلمة. الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، هذا معنى واسع. اليوم هذا الإنسان الذي تستهزئ به أو تحقره أو حتى لا تعطيه حقه في الطعام أو لا حقه في الاحترام، يوم من الأيام سيكبر، والطفل لا ينسى من أهانه ومن استصغره ومن احتقره. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة شهيرة أعطى أحد شباب أو أحد الأطفال الماء، وكان بعده كثير من الصحابة، لأنه كان يزرع الثقة في الأطفال، يزرع الثقة في الأطفال، ويعلم أن هذه المرحلة مرحلة مهمة لزراعة الثقة، وأن ولقد كرمنا بني آدم هي جانب مهم في قضية أنه لا تقول هذا طفل، هذا صغير، هذا ما يفهم أبدا. الطفل حتى لغة الجسد مؤثرة بالنسبة له، عندما تكون تعاملنا معه قائمة على الاحترام وعلى التقدير يكون هذا أروع وأجمل، وأيضا جزء منها نبني فيه ثقة من حولنا، من طلابنا، من أحبابنا، من أهلنا ومن حولنا ونحن تحت هذا السياج. هذا الجانب الحقيقة مهم، ويجعلنا نركز على منحى آخر، أنه اليوم أي اهتزاز بالثقة بالنفس سيجعل من الإنسان صعب أن يصل إلى ما يريد. علماء الإدارة اليوم يقولون أن الإنسان الذي لديه انخفاض بالثقة بالنفس لا يستطيع أن يقرر، لا يستطيع أن ينتقل من منطقة إلى منطقة، لا يستطيع أن يحسم كثير من الملفات في حياته، دائما يتوقع الأسوأ، دائما مضطرب، دائما خائف، دائما
لدي إشكالية في التقدم إلى الأمام، لدي كم من الطموح أو من الأحلام أو من الرغبات، لكن منسوب الثقة بالنفس الداخلي العميق لدي المنخفض يجعله لا يستطيع أن يتقدم. ولذلك قضية الثقة بالنفس قضية مهمة ليستطيع الإنسان فيها أن يصل إلى ما يريد، ويستطيع أيضا أن نعزز قضية الاستخلاف في الأرض. خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض قوي ورائع وعظيم. الآن سنسحب الآن موضوع الجوائز، والسحب سيكون عبر هاشتاق البرنامج بإذن الله تعالى. الفائزة الأولى معنا اليوم هي الأخت عفتي عزتي، هي الفائزة الأولى معنا إن شاء الله تعالى في مسابقة البرنامج اليوم. الأخت عفتي عزتي، الاسم على الشاشة الآن، الاسم على الشاشة الآن. الاسم الثاني الفائز معنا في مسابقة اليوم أيضا الأخت الفراشة الوردية، الأخت الفراشة الوردية هي الفائزة معنا اليوم في مسابقة برنامج هي حياتي، والاسم أيضا الآن على الشاشة. إذن الفائزين معنا بجوائز البرنامج المقدمة من وكالة أسفار للسفر والسياحة تذاكر السفر، الأخت عفتي عزتي والأخت الكريمة الفراشة الوردية. ألف ألف مبروك وحظ أوفر لجميع إن شاء الله تعالى الإخوة والأخوات الكرام في مسابقة البرنامج في الأسابيع القادمة، والشكر موصول لوكالة أسفار لتقديم الجوائز، ولكم إن شاء الله تعالى حظا أوفر في قادم الأيام بإذن المولى عز وجل. جانب مهم جدا في خلاصة البرنامج هي قضية نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن خلونا شوي نتأملها خلال هالثواني البسيطة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة بنفسك، لا حول لك ولا قوة للناس بك، لا حول ولا قوة للبيئة بالمحيط بك أنت. ولذلك عندما تتصل بهذه العظمة بهذه القوة الذي بيده حولك وقوتك، هو الذي سيعطيك هذه القوة وهذه المتانة اللي أنت تحتاجها. أتمنى أنكم تزرعون الثقة بأنفسكم وتبنونها بأنفسكم وتعيشونها مع أنفسكم وتعيشونها أيضا مع من حولكم، تقدرون أرواحكم، تحبون أنفسكم، فأنتم خلفاء الله سبحانه وتعالى في الأرض، أنتم أعظم مخلوق خلقه الله سبحانه في الوجود. وهذه الحياة الجميلة الرائعة تستحقونها، لكن بقوة في ثقتنا بأنفسنا، محبتنا لأنفسنا، بعدنا عن جلدنا لأذواتنا، بعدنا لقسوتنا مع أنفسنا أو مع أنه نحب، نحن نستحق حياة أرواح، حياة أجمل. كانت حلقتنا اليوم عن موضوع الثقة بالنفس، وكل الشكر والتقدير لكم أنتم على تفاعلكم الرائع وعلى جمال تواصلكم. نتمنى بإذن الله تعالى لكم كل التوفيق والسداد. شكرا لوكالة أسفار للسفر والسياحة التي قدمت جوائز البرنامج، شكرا لشبكة المجد منصة الإبداع والإمتاع ولمركز إنتاج تلفزيون القصيم، شكرا أيضا لكم جميعا على متابعتكم. إلى الملتقى بإذن المولى عز وجل في حلقة قادمة في نفس التوقيت الأحد القادم. تحيات محبكم سلطان العثيم، صلوا على رسول الله، في أمان الله.